D1FM 91.2. الوقفة الاحتجاجية اليوم تضم رخص تاكسيات فردي بسواقس الأقدمية 2002، معناتها تو داخلين في 16 سنة. مرعنا أمس جلسة تامس اللي صار داخل مقر الولاية، إرادة الإدارة تفعيل منشور الوزير عدد 40 اليوم مش يضر برشا خدامة ومش يضمن لهم حقوقهم، وتغييب النقابة الأساسية من الجلسات وعدم تفعيل المشاهد المباشرة متاعها. بعد الجلسة اللي صارت في مقر الولاية صار اجتماع طارئ للمنخرطين المنظورين تحت اتحاد شغل بالاتحاد شغل، وقرروا الخدامة كل اليوم تصير يوم وقفة احتجاجية ردة فعل على المنشور اللي بعث به الوزير وعدم تفعيل الشهادة المباشرة بتاع اتحاد شغل داخل الجلسات، وهذا حق من حقوقهم إن شاء الله كالسلطة تستوجب. ما كانش راهو ماشي للتصعيد. احنا الناس فني عندنا تو 15 سنه في الكياس، انا واحد من الناس نكلمك على روحي ارتحت فني كان شي نمشيش نهير ولا مريض ولا حاجه، 15 سنه في الكياس نستناو في رخصنا. يا اخي انا ما طالب حد شيء، ما حاجتي بحد شيء، اعطيني رخصتي خلينا نمشي على روحي. يا خويا 15 سنه في الكياس، علاش اليوم تقول لي 30 وغدوه تقول لي اليوم عام وسبع شهور عندنا؟ لا قرارات 48 ولا قرارات 49، نحبوا الرخص تبدانا، رحنا زباولة، رحنا عاملين قنابل، رحنا قروض، ثم اللي بيع كهربته. ثم ناس انجاجات مع الكاس، تسلفت فلوس، ناس فهمني اخذت كراهب، ناس خاسرة بالملايين، دم قلوبنا حاطين واحنا في الكياس. ثم اللي باع ساقة مرته باش نخلصوا سي نساس، وامس يطلعونا بقرارات 48 والنقاط، وماش مطالبين لا بالاسناد لا شيء، نحبوا الرخص بتاعنا، الله يبارك فيك يا والي، نحبوا الرخص بتاعنا، يعلم بينا ربي، نحبوا نفرحوا فرحة زوز، نحبوا العيد ونحبوا الرخص بتاعنا. عمري 60 سنة ما وصلتش باش ناخذ الرخصة بتاعي، الحي وقتاش باش ناخذ الرخصة بتاعي، 15 سنة في الكياس، وقتاش باش ناخذ الرخصة بتاعي، هاك اللي طالب رخصتي. ونحن لا نحبوا مشاكل ولا نحبوا شيء، يا خويا نحبوا رخصنا، ما طالبين حتى شيء نحن، نحن لا كسرنا ولا ضربنا ولا تكلمنا حتى بشر. تسلفنا فلوس باش نخلصوا الكاس وباش نرجلوا امورنا وكذا، اليوم تجيني في الشهر هذا في الشهر الجاي في الشهر الثالث، عام وسبع شهور، عام وسبع شهور يا رسول الله، المره اللي فاتت 500 رخصه تخدموا في شهر. ونحن يا خويا رانا تو 16 سنه ونحن نستناو، ماناش طالبين حاجه مستحيله، نحبوا حقنا. واحنا اليوم 200 نفر، 200 بشر، 200 بشر يا خويا اعطيني نتاعي. يا ودي البعض منه باع صياغه مرته، اش باع صياغه مرته باش خلص سي ان اس اس، كل نهارين ثلاثه طالعين بورقه، يا خويا يعملوا مزيه، يعملوا اكبر مزيه يعطيو حق يقنا. عندي سي ان اس اس وانجاجمون وكل شيء، ما خليت ما نعمل، بعد كل شيء في جرة الرخصة نتاعي هذيا. وحاجة أخرى نحن نشكر الديوان اللي واقفة معنا في كل مناسبة، الله يرحم والديكم، وهذيك راهو راديونا وراديو الزوالي.